اليوم نعي أهمية الإعلام، نعي أهمية التواصل، نعي أهمية أيضا التقنية الخاصة بالإعلام نفسه. نحن طبعا كقيادة عامة لشرطة دبي أو كوزارة الداخلية معنيين أيضا بالتواصل مع الجمهور، معنيين أيضا بالشفافية، معنيين أيضا بأمور تتطلب منا أن نكون موجودين مع أفراد المجتمع بصورة. أيضا من حق أفراد المجتمع العلم بكل ما يدور في الجانب الأمني، سواء كان يتعلق بجريمة أو يتعلق بخدمات على حد السواء. لذلك كان لابد أيضا أن نكون موجودين على منصة التتويج، سواء كنا نحن كقيادة عامة لشرطة دبي أو القيادة العامة لشرطة الشارجة واللي فازت يمكن أن بعملية تويتر وأيضا تواصلها عن طريق. اليوم وسائل الاتصال كثيرة، لابد أن تستغل من قبل المؤسسات في سبيل توصيل رسالتها، في سبيل الجانب الخاص بالتوعية، أو حتى استخدامها الاستخدام الأمثل بما يعود على تحقيق أهدافها المستقبلية. اليوم نعي بأهمية الجانب الشرطي الأمني، ونعي أيضا بجانب التوعوي، ونعي أيضا بأهمية الجمهور في عملية التكاتف مع أجهزة الأمن في سبيل الحد من الجريمة أو منع وقوع الجريمة، وهذا طبعا من خلال ذلك التواصل. اليوم يمكن أن جائزتنا معنية بالتواصل الداخلي، وأيضا نطمع أن نكون أيضا على المستوى الخارجي، ونحن عندنا أيضا يمكن أن نتواصل على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي أو الإقليمي. اليوم القيادة العامة لشرطة دبي إحدى مؤسسات وزارة الداخلية، وأيضا معنية بإيجاد وتطوير إمكانياتها الخاصة بالتواصل سواء كان مع الجماهير أو حتى مع فئات محددة من عملاء هذه الدائرة في سبيل توصيل رسالتها بالصورة المطلوبة منها. فلذلك نحن نشكر حكومة الشارجة، ونشكر أيضا سمو الشيخ سلطان بن أحمد على دوره في إيجاد هذه الجائزة، وأيضا دوره في تفعيل ذلك الجانب، ونبارك كل المؤسسات اللي قدرت أن تصل سواء كانت إعلامية أو أيضا مؤسسات حكومية لها من جانب التواصل أو الاتصال الجماهيري مطلب رئيسي بالنسبة لأهدافها. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق فيها.